السلام عليكم. السلام عليكم. حرمت جمعنا حبيبتي. عملت لك قهوتك في السريع. يلا الحق شفوت لك شفتتين قبل ما تنسي. ربنا يخليك. احط المصليه كده واجي لك على طول. حط يا اخويا براحتك. خليك ليا غاليه. امسكي دول 25 جنيه ماشي بيهم نفسك كده لغايه ما اقبض الليل. ان شاء الله تسلم وتعيش وما يحرمناش منك ابدا يا رب. ربنا يخليك يا رب. مالك يا عبد؟ ابدا مفيش. مفيش على بطه. قلقان شويه. ليه بس كف الله الشر؟ اديك شايفه داخل علينا كام مناسبه وحاسس اني ماشي في نفق مش عارف اخرج منه. حملك تقل يا حبيبي. ربنا يقويك علينا. انا مش عارفه اقول لك ايه بس ارمي حمولك على الله يا عبدو. اه شفتي؟ انا ما بحبش احكي لك حاجه عشان كده. بقى انا مخاصمك. لو النبي ما اقدرش. يو بقى. انا اسفه انتوا كنتوا بتتكلموا في حاجه؟ لا يا حبيبتي تعالي تعالي يا قمر. اللهم صل على النبي. عليه السلام. والنبي في حلاوه كده. لا عارفه فاطمه. انا خايف اكون ماشي بالبيت دي في الشارع كده يمسكني ظابط يقول لي تعالى نصاب يا حرامي يا حرامي تنصبوا كده وتاخدوا بنات الناس كده في الشارع. اقول له والله العظيم يا باشا دي اختي والله اختي. يقول لي اختك مين انت حرام ولا ايه؟ اقول له يا باشا انا كان نفسي اطلع دكتور سنان بس قلبت معايا بتاكس. يقول لي تعالى هنا تاخدوا يمسكوني يعجنوني. يا عبد الرحمن بقى كفايه ما تقولش كده على نفسك. انت عارف ان انا بتضايق من الكلام ده. طب شوف بقى شوف لو حد جه عمل فيك كده انا هعمل فيه ايه؟ ده انا همسكهم اضربهم واحد واحد واكلهم كلهم بسناني. الله اكبر في عيني وفي عيني اللي يشوفك وما يصليش على النبي. السلام. ها كنت عايز ايه يا قمر؟ كنت عايز اطلب طلب بسيط كده. في اموري. كنت عاوزه ابوسك قبل ما انزل. بوسيني؟ فجأة لبتني حسين فهمي كده. قولي كنت عايزه ايه؟ بجد كنت عايزه ابوسك بس. يا اختي بوسي وخلصي هتتاخري. طب يلا بسرعه عشان ننزل وما تناميش بالليل عشان عايزك في موضوع. ماشي. كتمت البيت ده وكده. يوه وانا عملت حاجه؟ انت كنت بتصغري لي عشان ما اتكلمش. عشان كنت عارفه انك هتطلبي طلب بايخ. عاوزه ايه؟ عندي بحث ولازم اقدمه مكتوب على الكمبيوتر. وده يتكلف كام؟ 40 جنيه. يا بنت اخوكي ما كانش لاقي ياكل. ايه مش عارفه تكتبي كويس وتقدميه؟ خلاص كلكم بقيتوا بتتعبوا من الكتابه. يا فاطمه ما هي الدكتوره مش هترضى تستلمه لو هو مكتوب كمبيوتر. يا مغلباني. امسكي بس حسك عينك تجيبي سيره لاخواتك. ربنا هو اللي عالم احنا مقضيينها ازاي. ماشي يا مدكن انت يا مدكن. ربنا يخليكي ليا يا بطه يا احلى بطه في الدنيا. تسلمي وتعيشي. استني ما تاخدينيش في دوكه. ابي يا اختي شيلي الاحمر والاخضر والاصفر والهيصه اللي انت عاملاها. اخوكي بيتضايق ولا كمنه يعني مش عايز يزعلك ولا يحرجك. يا فاطمه ما هي البنات كلها في الكليه. احنا مالناش دعوه بحد واللي بيزعل عبد الرحمن ما نعملوش. خليكي حسيسه يا بت. مين اللي بيكلمك على الصبح كده؟ مش عارفه الموبايل فصل. يلا يا بنتي بقى يلا غوري. مش عارفه اشكرك ازاي يا بطه. يلا زقي عجقه رقبتي يا بنتي يا مجنونه قوي. انت مش نازله انت كمان ولا ايه؟ لا هعمل شويه حاجات كده في البيت عبال ما البقاله تفتح. ماشي.